يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اغتسل الرجل من الجنابة وهو ينوي الطهارة الصغرى والكبرى، وفي أثناء الغسل أحدث أو لامست يده ذكره، فهل يتم غسله؟ وهل يجوز أن يصلي دون أن يتوضأ؟ لا، إذا لا بد أنه تكون النية من أول، إذا نوى الحدثين تكون النية من أول البداية، وإذا نقض الوضوء أثناءه فإن نية الوضوء بطلت، لا بد من استئناف الوضوء، لا بد من استئناف الوضوء من جديد. نعم، أو استئناف الغسل عن الاثنين من جديد. نعم.